عرفني شوي عن حالك. عم جاد اسماعيل، انا عندي بلوج اسمه altgate.com. هو تك اند فيتنس بلوج. انا اي هاف ا تكنيكال باك جراوند، انا سينيور ويب ديفلوبر بالشركه. بنفس الوقت اي دو جو تو ذا جيم، سو اي رايت هاو تو ارتكلز واي رايت فيتنس ارتكلز كمان بنفس الوقت. It's something I'm very excited about. Now, not day man, been harik, or كنا عم جرب موبايل ابلكيشن جديدة، أو كنا عم جرب شيء بالفيتنس جديد. So بكتب على الموضوع. I get a lot of views, وفي كتير support دائما بيقولوا لي إنه أنا عم شجعهم أو إنه أنا عم ساعدهم بميلة. في ميلة أنت بتعلمي فيها من العالم. لأنه بصيروا هني يعملوا يشاركوا معك ال personal experience تاعولهم، بصيروا هني يكتبوا أو يردوا عليك هني شو بدهم أو هني شو اللي بيساعدهم. شو منلاقي بالويب سايت؟ يعني بتفوت أول شيء على الهوم بيج، في articles about كيف الواحد فيه to train، فيه هو يحط his suggestions كيف الورك اوت لازم يكون، شو منلاقي؟ هلا في شيء كتير simple، في ناس مثلا ما بتعرف كيف تعمل save للفيسبوك messages. So you go to your account، بتروحي على settings بتعملي save messages which is very simple. في شيء شوي complicated أكتر، كيف فيك تترك، كيف فيك تخدع موبايل اب لتعمل شيء معين، او كيف فيك تو جيت مور اوف ذس موبايل اب. وفي شيء خاصه بالفتنس، اخر ارتكل كتبته انه انا كيف بنظم ماي فتنس سكيدجول بالنهار الطبيعي. يعني الواحد كيف في يكون عنده جامعه شغل او حياه طبيعيه ونفس الوقت يكون قادر هو يهتم باكله او يكون قادر يهتم بتمرينه كمان كل يوم. انت لك جيم واز ا هوبي رايت، انه كان شي يور باسنت اباوت، قررت حتى كمان بقلب الويب سايت تو ديفلوب ات بعد اكثر، مزبوط؟ هو جزء من تمريني، لانه بتعرفي لما يروح حد على النادي وعم تحسن جسمه وهيك، اذا ما اخذتي فيدباك او اذا ما العالم شجعوك وحسيتي حالك انه انت كوميتد اكثر، بتصيري تخسري الكوميتمنت تاعولك، ما تضلك مرتبطه بالموضوع. سو لقلي بيساعدني اول شيء انه انا بحس حالي موتيفيتد اكثر، انه العالم عم يشجعوني اكثر، وثاني شيء بكون عم شارك الاشياء اللي انا عم بتعلمها، لما يعني بروح على النادي بتعلم نرفيه، بتعلم من مدرب شيء، سو نفس الوقت عم شارك كل الاشياء اللي عم بتعلمها مع العالم ليستفيدوا هني كمان منها. وايمتى بلشتوا؟ ايمتى بلشت الويب سايت؟ بلشت الويب سايت من 5 سنين. بلشته بمقال عن فايبر من 5 سنين، ناولوه رجعوا العربية كتبت عنه، أبو ظبي عملوا انترفيو عنه، كذا ويب سايت رجعوا نقلوا هاي المقال، مع أنه بالصدفة أنا كنت كاتبه للمقال وما كنت حاسب حساب أنه حدا ينقله. سو مش الحال هونيك، ومن سنتين كمان رجعوا كمان مقال جديد كنت عم بحكي عن سيكوريتي تاعو للويب سايتات بلبنان وبالشرق الأوسط، كمان رجع صار نفس الشيء. سو محظوظ شوي بهالناحية. وكيف عم بتلاقي العالم عم بيتفاعلوا معك؟ الانتراكشن عم بتزيد سنة على سنة، شو الفيدباك تبعه وشو الاشياء اللي لقيتهم صعبة باللانشينج تبع الويب سايت تبعك؟ شو التشالنجز؟ هلا انا بال 2015 كان عندي تقريبا مليون زائر على الويب سايت، وهو شيء كثير منيح، بس المشكلة انه كيف انت تلاقي كمحتوى انت عملتيه او شيء خاص فيك لتخلي العالم تهتم بالموضوع. يعني اكتب كل يوم على الاخبار شو عم بيصير مع المشاهير او شو عم بيصير بالعالم، حتفوت العالم تقرا بس حتزهق بعدين، يعني حيصير هذا المقال ما له معنى او ما له قيمه بعد وقت. الصعب تكتب بمحتوى يضلوا ماشي، يعني من سنه لسنه يضلوا نفس المقال عم بيجيب جمهور وعم يستكتب عالم ليكبر الويب سايت. يعني اذا كل يوم مثلا نزلت مقال واخذ حجمه ورجع اختفى، حكون انا بعدني محلي، ما اكون عم بعمل شيء جديد. فهذا الشيء اللي الصعوبه انا عم لاقيها، كيف لاقي مواضيع تجذب العالم وتكون مع الوقت تضل عايشه، ما تموت ترجع وما يهتموا فيها. انتو كم واحد بالتيم؟ انا لحالي بالتيم. لحالك؟ كل شيء انت بتكتب بتعمل كل شيء؟ كل شيء عندي مساعده من شوي من رفقاتي، مثلا بينصحوني اعمل هيك او سوي هيك، او حتى عائلتي، بس التصوير، الكتب، الكتيبه، التوبكس، كيف فيجوال ماركتينج، كل شيء انا عندي، انا بعمله. It's a one man show. Thank you a lot for your...